جد مهم مع اتحاد المقاولات ديال المغرب باش نحاولوا نعملوا جادين على الاسراع بالجرعه الثالثه جميع الاماكن ديال العمل، سواء كانت الصباح في الاداره واليوم كان في مع المقاولات في القطاع ديال الخاص، لان الجرعه الثالثه تبات النجاعه ديالها والفعاليه ديالها. وحنا عندنا احصائيات وارقام اللي كتدل على ان الناس اللي تصابوا بالكوفيد وتوفوا فهما اللي اغلبيتهم اكثر من 41% لانه ما داروش حتى شي جرعه، واليوم 1.09% اللي هما داروا الجرعه الثالثه، فهذا رقم جد مهم. خصنا نحافظوا على الاقتصاد ديالنا وعلى المجتمع ديالنا وكذلك نحافظوا على المواطن الصحه ديالو، بلا بهم ما يمكنناش نزيدوا. شكرا.